الموضوع اللي انت دايما بتحبي تتكلمي فيه، الابداعات النسويه او ابداعات المراه، اللي فعلا دايما بيتقال انه المراه دايما هي الاقدر على تجسيد مشاكلها، معاناتها، عذاباتها، المها، املها، لكن احيانا بتكون التجسيد اقوى باقلام الرجال. والله انا يمكن تجسيد باقلام الرجال، بس مهما يكون لما تكون المراه نفسها هي اللي بتعاني، هو من تلقي معاناتها، مش هنقول معاناه انها معاناها تؤدي لطريق مش حلو او 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 حياه سلبيه، بالعكس مجرد حتى لو منغصات او منغصات عاديه في الحياه. اقدر انسان يستطيع وصف حالته هو نفسه، لكن غير انه يوصفها ممكن يختار بعض المفردات، لكن هو نفسه اللي بيوصفها. قضايا المراه ما فيش اكثر منها طبعا، ولفترات طويله كانت ماده خصبه للعديد من الاعمال الفنيه والادبيه للكثير من الكتاب العرب وغير العرب. لم يتوقف الامر فقط على الكتابات النسويه، وانما امتد في احيان كثيره الى ابداعات حملت توقيع الرجال فعلا، زي ما قالت سينار انه كان بعضها اقدر على رصد معاناه المراه وهمومها. من تلك الاعمال جاءت مسرحيه صمت له كلام للكاتب والناقد المسرحي المغربي الدكتور عبد الرحمن بن زيدان. الجميل في هذا كل سينار انه يكون هناك التفات من المجتمع الذكوري كما يقال ويطلق عليه دائما في الالتفات الى معاناه المراه، انه يجسدها ويتكلم عنها، بس انا برجع اقول انه ما فيش حد بيلمسها غير المراه. بس في حاجه ثانيه، انه يا ترى حينما تجسد هذه المعاناه او هذه المنغصات او هذه المشكلات ايا كان حجم الازعاج في الحياه، هل بيكون اذا جسدت بقلم رجل هل بيكون قادر على انه يوجه احيانا سهام النقد والاتهام للرجل، لانه احيانا هو بيكون المتهم الاول في الكثير من الاحباطات اللي بتواجهها المراه بوصف فعلا المجتمع مجتمع ذكوري. عايزين نتعرف على هذا الموضوع، وهنتكلم تحديدا عن هذا النص المسرحي صمت له كلام. يعني انا تعبير انا بحب جدا الحاجات المتناقضه المتعارضه، تعبير فعلا قاتل. بتكون معبره جدا. هيكون معانا المخرج المصري والفنان ماهر سليم اللي قدم هذه المسرحيه على خشبه مسرح الهناجر بارض الاوبرا. خلينا نشوف تقرير سريع ونستقبل ضيفنا على الهواء. بدأ مركز الهناجر الشهير في دار الأوبرا المصرية بإنتاج وعرض مسرحية صمت له كلام، وهي مونودراما مأخوذة عن الكتاب الأخير للمؤلف المغربي الدكتور عبد الرحمن بن زيدان. تقوم ببطولته فنانة واحدة وهي الممثلة والمطربة المصرية فاطمة محمد، التي حصلت على جائزة المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الأخيرة. العادة طبعا تجربة مش هقول صعبة، هقول مرعبة، انك تتحملي مسؤولية انك تبقي يعني لفت نظر الجمهور او انت معاكي الجمهور لمدة ساعة دون ملل او خلل او يعني حد يروح يعني منك، دي مسؤولية فظيعة. أشادت إدارة مسرح الهناجر بالعرض الذي لاقى نجاحا كبيرا عند الجماهير، فاستمرت بعرضه لعدة أسابيع. وتتناول المسرحية قصة فنانة دبر لها النظام الحاكم حادث سير لمصادرة آرائها وحريتها في التعبير لتخرج منه معاقة وقعيدة. الفكرة اللي بيطرحها النص هي فكرة المواطنة والمواطن، فكرة القهر اللي بيتعرض ليه المواطن من خلال ديكتاتورية الحكم. مش متطرقين لزمن معين لأنه التاريخ طول الوقت بيعيد نفسه، ما بنكلمش حد معين، ما بنكلمش حد بعينه، بنتكلم في المطلق، وبنتكلم في الممكن وماذا تعني الحياة في الممكن، وإن احنا كلنا كل شعب المنطقة بيطمح إلى الوطن الممكن الذي لا يعرف المستحيل. وأهم حاجة بالنسبة لنا كلنا دلوقتي هو بناء اللحظة وما بعد اللحظة. الصمت، لأن عندنا لحظات صمت كتير جدا في الرواية، وفكرة إن احنا كان عايز يقول فكرة إن احنا حتى لو ما اتكلمناش احنا هندافع عن حريتها، هتوصل الرسالة للناس، حتى لو انتوا يعني أرغمتونا أو يعني فكرة إن انتوا زي دبروا الحادثة أو عملوا حاجة، هتوصل فكرة الحرية والناس هتتكلم وهتبتدي تتحرك. يعني الحمد لله ربنا وفقني واخترنا كلمات للإمام الشافعي رضي الله عنه، لأن لقينا أعظم كلام ممكن يتقال، يعني مش هيقدر يقوله شاعر أو حد في التوقيت ده، لأن اتقال كتير عن أحداث العرض يعني، فاخترنا
غنوتين من عملنا لهم اعداد من كلماته وعاملين موسيقى شويه مناسبه قوي لحاله الثوره الداخليه اللي جوه كل المصريين واللي جوه كل العرب، لان هو صاحب النص عربي مغربي وتقريبا مناقش كل القضايا اللي احنا بنعاني منها وبنحس بيها. رسالة أراد العرض إيصالها لكل المجتمعات التي تحاول مصادرة الديمقراطية وحرية تعبير أبنائها، وهي أن البناء الصحيح للمجتمعات لا يأتي إلا بالحوار وبتقبل الاختلاف، وأن الظلم لابد له أن ينجلي. رحلة البحث عن الحرية التي قضتها فاطمة ورفاقها وضعتها على كرسي متحرك، لكن فاطمة لا تزال تبحث عن حريتها كامرأة وسياسية، في رائعة المؤلف عبد الرحمن بن زيدان. سارية ياسين، الغد العربي، القاهرة. للحديث أكثر يشرفنا في هذه الفقرة المخرج المسرحي ماهر السليم، وكيل وزارة الثقافة المصرية الأسبق. أهلا وسهلا بك. الحالي الآن ولا الأسبق؟ الأسبق. عشان كذا أنا هنقولك لسؤال، ليش سبت العمل؟ صباح الخير والعافية عليك الأول. صباح الخير. ليش سبتها ورجعت تحولت إلى منطقة أخرى الآن؟ لا، هو أنا خرجت لسن التقاعد التقليدي. أنه الخدمة عندنا لغاية 60 سنة. وبعد كده خلاص بتبقي ترجع لوظيفتك الأصلية اللي هي كفنان مخرج او ممثل، دي مفتوحه بقى. طيب مخرج ولا ممثل، ايهما اقرب الى قلبك؟ التمثيل طبعا. تمثيل في الاول، وهو ده كان البدايه، وبعدين عملت دراسات عليا في الاخراج، و يمكن بدات اخراج اكتر من التمثيل، وده اللي اخرني شويه عن التمثيل، لانه الاخراج اشمل. طب الاخراج المسرحي ولا التلفزيوني ولا السينما؟ لا، المسرحي. إيه اللي المسرحي؟ المسرحي، لانه التلفزيوني والسينمائي ده تخصص بيدرس في المعهد العالي للسينما. انما المعهد العالي للفنون المسرحيه معني بكل فروع المسرح. واقرب كمان للتجربه المسرحيه، لان المصريه تجربه محتاجين تكون رائده وترجع رائده مثل ما كانت الاول. خشبه المسرح تفتقد كثير من الاعمال القيمه، كثير من الاعمال الرائعه. المسرح المصري جت له وقت خشبه لم تعد بنفس الرونق. بالتاكيد المسرح مرتبط بالواقع المعيش، ولان المسرح رسالته الاساسيه التعبير عن هموم وامال وطموحات الناس والجمهور، فكان في اضطراب في المادة المكتوبة اللي بتعبر عن طموحات وهموم وأمال. دايما المشكلة مشكلة ورق، علشان كده لما بتلاقوا ورق كويس ده بيكون دافع لإنتاج أعمال قيمة، زي مثلا المسرحية اللي احنا بصدد الكلام عنها، صمت له كلام. أيوه. قول لي ايه اللي جذبك في المسرحيه دي تحديدا علشان تحولها لنص مسرحي؟ لا، هو يعني الازمه مش ازمه ورق يعني بشكل محدد، انما هي مجموعه ازمات، ويمكن البعض بيجد انه ما فيش ازمه. لا، هو الحاله، يعني الحاله السياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه اللي موجوده، اللي كان عليها المسرح في الستينات مثلا، لأن دي هي الفترة الأكثر نهوضا بالمسرح، كان في عدد من المؤلفين موجود كبير جدا، كتبوا في شتى فروع المسرح، كان في عدد من المخرجين المتميزين، كان في عدد من الممثلين المتميزين، وكان في رسالة وهدف أساسي من المسرح، وهو خدمة أهداف الثورة. فحققوا الهدف ده، وعشان كده المسرح كان مزدهر جدا، لانه حاطط بلان، وكان الاوضاع مستقره، وكان الاقتصاد فيه نوع من الاستقرار السياسي والاجتماعي. انما بعد كده حصل طفرات وقفزات انفتاحيه وغير انفتاحيه، فعملت يعني هزه مفاجاه للمسرح. بالزبط. بس مصر مرت بفترة كان فيها إنتاج خاص للمسرح، كانت المسرحيات للأسف شديد
طبعا مش برايي انا ولكن براي كثير من الناس اللي حتى كانوا ضيوفنا وبنستضيفهم، اعمال لا تجذب المشاهد الى انه يخطف معلومه صحيحه، انه يخرج يمارس حياته بشكل مختلف. يمكن ده اللي بيخلي يعني الفنانين الحقيقيين ان هم يبحثوا عن العمل القيم. خلينا نرجع تاني لمسرحيه صمت له الكلام. يعني في فكره كبيره ورا الموضوع، مش بس معاناه امراه، ربما هي تجسدت في صوره امراه وهي البطلة العمل والبطله الوحيده للعمل، لكن بيتحدث عن امور كثيره جدا يمكن احنا اكثر يعني اكثر استشعارا ليها لما تكون البطله بتاعتها امراه، لانها بتجسد كل معاني بقى الضعف والقهر وخاصه ان هي تعرضت اصلا لحادث. طبعا هو الدكتور عبد الرحمن بن زيدان حاطط رموز لاشياء كثيره داخل اسقاطات داخل الكتابة. شخصيه واحده طبعا. او داخل هو الكرسي، اختيار ان هي قاعده على الكرسي ده في حد ذاته ده كبت للحريه وكسر للانطلاق، واختيارها كامراه كمان. هو كاتب قضايا، يعني الكتاب بتاعه اللي هو صمت له كلام فيه نصين مونودراما، النصين البطل بتاعهم امراه، لان هو يتحدث عن السيده والمراه عند عبد الرحمن بن زيدان هي عطاء، هي اشياء كثيره، هي المجتمع. اذا كل القهر بيصب في النهايه لوقف هذا العطاء. لكن هل مساله الحديث عن كبت الحريات وهذه المكبلات طبعا، هل يعني هي مخرج من المخارج اللي ممكن يعني تبعدنا عن ان احنا نقول ما هي الحجم الاحباطات التي تتعرض ليها المراه بشكل عام؟ هي يعني المرأة في المجتمع العربي تعرضت كثيرا لمجموعة احباطات. يعني القمع هنا مش قمع سلطة فقط، يعني لا قمع ذكر وقمع حرية وقمع ذكوري في المقام الأول. يعني هو قمع ثقافي، ثقافة الرجل تجاه المرأة منذ القدم. بس أعتقد أنه هذه الثقافة تطورت كثيرا طبعاً. هذه الفترة في بلدان كثيرة جدا وأصبحت المرأة لها دور أساسي في المجتمع ودور إيجابي موجود، وحصلت على حقوق متميزة وما زالت، وده شيء إيجابي جدا، لأنه كل ما تتحرر وكل ما تحصل على لكن ما هو كل ما معلش اعذرني لأنه للأسف الشديد احنا لا بنحصل عليها بعد كفاح 100 عام، فتطلع بعد الكفاح 100، بعد ال 100 عام الثانية واحدة، دائما عندكم كروت مخبأة في الأدراج للمرأة كلما تحركت. هتاخذوا أكثر من حقكم، مش عارف إيه، ونرجع نصنف إنه طيب ما أنت بتحتاج صوتي، بتحتاجني في البيت، بتحتاجني شريكة عمر، بتحتاجني رفيقة في الوزارة، بتحتاجني طبيبة، بتحتاجني مهندسة. طبعا. إحنا الاثنين جزئين مكملين، لا هتقدر تعيش لوحدك ولا أنا هقدر أعيش لوحدي. أنت وجهتي لنا الاتهام. لا. أنا بتكلم على الرجل بشكل عام، على إسقاطات كمان زي ما صمت بلا كلام. أيوة. هي عبرت عن حالة مجتمع تجسدت في امرأة فعلا، لكن هل لأنها الجانب الأضعف؟ أنتم بتعتبروها دائما الجانب الأضعف؟ لا، هي في يعني في فئة معينة متشددة هي اللي مارست ده معاها، هي اللي مارست هذه الضغوط معاها، ولكن هي قاومت وقاومت مقاومة عنيفة. صحيح هي وصلت لمرحلة أصيبت بعجز، إنما حررت، ما زالت تستمر، حررت آخرين، ما زالت تستمر وجعلت آخرين يحصلون على جمهور المسرحية. ولو قطعتك، إيش كان رد فعله؟ لا، كان رد فعله أخذها بالشمول أم خصص أن القضية كانت قضية صمت بلا كلام تعبر عن امرأة؟ وصلوا المعنى الأشمل للحرية والبحث عن الحرية وقهر أي دكتاتور موجود يقهر هذه متمثل في سلطة، متمثل في إدارة، متمثل في أي حاجز، المعنى الشامل لكبت الحريات عموما. بشكل عام عموما يعني هي رسالة وصرخة من 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 أي شخص مقهور في العالم، من امرأة أيا كانت أو رجل.
كل من يكبت أو تكبت حريته أو تغل يده أو يعني يغلق فمه، أنه يقدر فعلا أن هو حتى وإن تعرض لحالة العجز التام لديه آليات يستطيع من خلالها أن يحرك ويحرر المجتمع. شكرا أستاذ ماهر سليم، نشكرك شكرا جزيلا، نورتنا. تسلم. ومعلش احنا دايما بناخد الطرف الغائب، انت الطرف الحاضر احنا الطرف الغائب. تسلم على وجودك، تسلم، والتوفيق لكم دائما ان شاء الله، ومن نجاح الى نجاح. شكرا. هنطلع الفاصل.